كيف بتم آلية اختيار الروت بريدج بناءً على اللوست بريدج اي دي. لكل سويتش له اي دي نسميها بريدج اي دي، والبريدج اي دي من 8 بايت، تتكون من بريوريتي وماك ادرس. بريوريتي 2 بايت والماك ادرس 6 بايت. شو فكرة وجود بريوريتي؟ لو افترضنا فقط البريدج اي دي فقط من ماك ادرس، فهيك ممكن بيتم اختيار الروت بناء على الاقل بريدج اي دي. لو كان عندي ثلاث سويتشات، سويتش 1 سويتش 2 وسويتش 3، وعندي سويتش 1 له ماك ادرس فرضا 1، وسويتش 2 ماك ادرس قيمته 2، وسويتش 3 ماك ادرس قيمته 3، فبالتالي راح يكون هاي الثلاث سويتشات سويتش 1 فيها الروت بريدج لانه له اقل ماك ادرس. لو استثنينا البريوريتي وركزنا على ماك ادرس، راح يكون عندي سويتش 1 هو الروت لانه له اقل ماك. طب لو انا بدي يكون سويتش 3 هو الروت، ما في عندي آلية اني انا احدد من هو الروت، في زي ما حكوا بالحظ باي تشانس. ففائدة البريوريتي انه انا اغير هاي القيمة براحتي ونقصها للسويتش اللي بدي اياه، او اعليها للسويتشات اللي ما بدي يكون روت بريدج، فبقدر انا اتحكم باختيار الروت بريدج. فالبريدج اي دي البي اي دي تتكون من 2 بايتس للبريوريتي و 6 بايت للماك ادرس. ما ننسى انه الروت بريدج يتم اختياره بناء على اللوست بريدج اي دي. لو انا سويتش 3 شو بيعرفني انه 0 1 و 0 2 هم اللي مشكلوا اللوب، والمداخل الاخرى مش موجوده باللوب. يعني انا كسويتش 3 شو بيعرفني انه عندي كمان سويتش 1 وسويتش 2 جوا هاي اللوب. الفكره بوجود مسجات بيرسلها السبانينج تري بنسميها بريدج بروتوكول داتا يونت بي بي دي يو. كل سويتش او كل سبانينج تري شغال على اي سويتش بضل يرسل بي بي دي يو، فيها معلومات كثير. من ضمن هاي المعلومات قيمه البريدج اي دي للمرسل. ففرضا سويتش 1 ارسل هاي الرساله على المداخل اللي عنده، خلينا راح نركز على المداخل اللي جوا هاي اللوب. بعد يرسل ينشئ رساله بي بي دي يو يرسلها باتجاه سويتش 3 وسويتش 2. كل واحد من هاي السويتشات لما يستلمها برضه بفرودها، مش بحتفظ فيها، بروح يفرودها على المداخل اللي عنده، يفرودها باتجاه البي سي 1 وبي سي 2 وبي سي 3، وايضا باتجاه بي سي، وايضا باتجاه سويتش 3. فلو لاحظنا سويتش 3 وصلت هاي المسج عبر طريقين من سويتش 1، من سويتش 1 عبر فاز 01، ومن سويتش 1 عبر فاز 02 اللي عنده. فاذا بيفهم انه عنده طريقين بودي لسويتش 1، هيك اكتشف مين المداخل اللي بتودي للوب. لو انا من نقطه الف بروح لنقطه باء بطريقين، اذا في لوب. فتبادل هاي المسجات بين السويتشات بتبين اللوب. ايضا سويتش 1 راح يرسل بي بي دي يو، بتمر على سويتش 1 وفرودها باتجاه سويتش 3، بتمر على سويتش 3 فرودها على سويتش 1. فكل من سويتش 1 وسويتش 3 وصلهم بي بي دي يو من سويتش 2 بطريقين مختلفات، وايضا سويتش 3 بيرسل بي بي دي يو. اي سبانج 3 شغال سويتش بيرسل بي بي دي يو بحط جواتها البريدج اي دي للمنشئ، وبحط جواتها كمان البريدج اي دي للمرسل. يعني الرساله انشئت من قبل سويتش 1 فيها البريدج اي دي لسويتش 1، وفيها ايضا كمرسل سويتش 1. لما راحت اتجاه سويتش 2 فرودها باتجاه سويتش 3، هاي الرساله تحمل معلومتين، المنشئ سويتش 1 والمرسل سويتش 2. ففيها البريدج اي دي لسويتش 1 كمنشئ كروت نسميه، وفيها البريدج اي دي لسويتش 2 كمرسل سندر بريدج اي دي. بالبدايه كل سويتشات تعتبر حالها هي الروت. تبادل البي بي دي يو لفترة معينة، السويتشات كلها تكتشف مين الأجهزة السويتشات المكونة للروت، وشو قيمة البريدج اي دي لكل واحد فيهم. فاللي ما بيكون روت، اللي بيصبح نان روت بريدج، ببطل ينشئ البي بي دي، بس بصير يفرودها، ما بصير ينشئها. مع الزمن بعد فترة لما يبين عندنا الروت بريدج، بصير الروت بريدج هو من يرسل البي بي دي يو فقط. لكن كبداية الأمر
كل واحد فيهم مفترض حاله روت، فبيرسل بي بي دي يو بتكون قيمة الروت بريدج اي دي والسندر بريدج اي دي نفسها. فرضا سويتش 1 لما ارسل بي بي دي يو الروت بريدج اي دي سويتش 1 والسندر بريدج اي دي برضه سويتش 1، لما ارسلت باتجاه سويتش 2 وسويتش 2 فورورد باتجاه سويتش 3 هاي البي بي دي يو تحمل الروت بريدج سويتش 1 والسندر بريدج اي دي سويتش 2 كمرسل، لان هو اللي ارسلها هو اللي فرودها. ونفس الشيء المسج اللي وصلت من سويتش 1 لسويتش 3 ثم عملها سويتش 3 فوروردنج باتجاه سويتش 2 فيها الروت بريدج اي دي سويتش 1 والسندر بريدج اي دي سويتش 3. اذا في فتره بيظلوا السويتشات يعمل فوروردنج للبي بي دي يوز، بتبادل البي بي دي يوز ليعرفوا مين الاجهزه المكونه للروت ومن هي المداخل عند كل سويتش المكونه لللوب. البي بي دي يو تحمل معلومات اخرى غير عن معلومه السندر بريدج اي دي والروت بريدج اي دي، فيها معلومات اخرى حتى الكورس للروت. والروت بريدج هو من يرسل البي بي دي يو فقط، وتظل ترسل كل فتره كل 2 سكند. ليش طب يظل يرسلها بشكل مستمر؟ فالبي بي دي يو ترسل من قبل سويتش 1 من اللينكات اللي عنده، يظل ترسل باستمرار، وكل سويتش استلم بي بي دي يو بفرودها من الديزيجنيتد بورت اللي عنده. يعني سويتش 2 لما يستلم هاي البي بي دي يو بفرودها من خلال المداخل اللي بتكون بوضعيه دي بي، ما ببعثها من البلوك بورت، ما ببعثها. السويتش 3 هاي البي بي دي اللي استلمها من سويتش 1 بفرودها على المداخل عندهم بما فيها المدخل اللي رايح باتجاه سويتش 2. حتى لما اذا كان هذا المدخل بلوك عند سويتش 2، يعني البلوك بورت ما بقدر ارسل منه بي بي دي يو، ما بقدر استقبل منه داتا ليوزر او ارسل منه داتا ليوزر، لكن بامكاني استقبل فقط بي بي دي يو. شو الفائده؟ فرضا لو هذا اللينك داون، هذا اللينك داون، فبطلت توصل للسويتش 3 بي بي دي يو، لانه الطريق الوحيد يوصل للسويتش 3 بي بي دي يو هذا اللينك، صار داون. لما يصير داون السويتش 3 مش رح يقدر يفرود بي بي دي يو تجاه سويتش 2، تنقطع عن السويتش 2 بي بي دي يو من هاي اللينك. فبيكتشف السويتش 2 انه هاي الطريق بطل يجي تغذيه من الروت، فهاي المنطقه بطل في تغذيه من لسويتش 2. فبروح فيها بسويتش 2 انه هذا اللينك بطل البديل بالنسبه له، بطل يودي، صار مفصول عن الروت. السويتشات الموجوده ما بعد هذا اللينك بطلت تقدر توصل للروت. فشو هو دوره؟ يروح يفتح الطريق، يعمل انيبل لهذا المدخل ويوصل سويتش 3 مع باقي النتورك. وجود البي بي دي يو المستمر، البيريدك بي بي دي يو المرسل من قبل الروت، بخليني اطمن ان الروت موجود ما صار داون، بخليني اطمن ان اللينكات كامله الشغاله هي شغاله، وتعطل اي واحد فيها راح يكون عندي اليه لاعرف اذا غابت البي بي دي يو الواصله من سويتش 3 لسويتش 2 فتره معينه. فبعتبر يعني غابت عده بي بي دي يوز من هاي الطريق، فبيعتبر سويتش 2 انه لازم يعمل انيبل للبلوك بورت ويفتح الباث للسويتشات الاخرى كونها انقطعت عن الروت. فهي نسميها indirect voltage change، وعرف فيها سويتش 2 من خلال عدم وصول بي بي دي يو لفتره معينه. فالروت بريدج هو اللي بضل يرسل بي بي دي يو يعبر عن وجوده، وتضل بيريدك شغاله جوا النتورك. المسجات اللي بيرسلها السبانج تري تدخل بفريم، بكون الديستنيشن ماك ادرس عباره عن مالتي كاست ادرس 01 80 C2 00 00 00. فالمداخل بالنهايه بتصبح يا بحاله فوروردنج يا بحاله بلوكينج. فحكينا البي بي دي يو بتضل ترسل من قبل الروت بريدج لكل السويتشات وبيريدك كل 2 سكند. في حال اذا مر 20 ثانيه بدون استلام بي بي دي يو
فبيعتبر انه صار في تشينج. هاي الفتره نسميها ماكسيمم ايج. ماكسيمم ايج باي ديفولت 20 سكند، بعتبر انه في توبولوجي تشينج، بالتالي في اجراء راح يتم اخذه انا كسويتش. تفاصيل الاجراء اللي باخذه او تفاصيل الاجراء اللي شو ممكن اعمله هذا يترك لجانب من سي سي ام بي. فعندي البيريد تايم الديفولت الى 2 سكند، الماكسيمم ايج 20 سكند. في فتره نسميها فورورد ديلي اللي هي 15 سكند، وهي فتره ان بقائي اعمل ليسننج، استمع للبي بي ديو بالبدايه. حكينا البدايه كسبانج تري بيضل يستمع للبي بي ديوز عشان يكتشفوا هاي السويتشات، كل سويتش يكتشف السويتشات المكونه لللوب والمداخل اللي عنده المشتركه جوا اللوب لمده 15 ثانيه. هاي بنسميها الفورورد ديلي تايمر اللي قيمته باي ديفولت 15 ثانيه. السويتشات بالبدايه بتكون تعمل ديسكارد لكل الترافيك اللي جاي من اليوزر، كل الفريم ديسكارد. فتره مقوثي بالليسننج ستيت اللي هي باي ديفولت 15 ثانيه قابل للتغيير، كوني انا حاليا قاعد بتعرف هل في لوب او لا، مش منطقي ابلش افرود داتا لليوزرز وانا مش عارف في لوب او لا. فرضا لو استلمت البرودكاست فريم رحت فروتهم وكان في عندي لوب ومش عاملين احنا السويتشات بعد ما مختارين لا روت بريدج ولا مختارين روت بورت، فراح يكون في لوب بالنتورك، بالتالي يصير عندي مصيبه كارثه زي ما حكينا من بدايه المحاضره. فبالتالي بدايه الفتره السيننج ستيت ما بكون اعمل فوروردنج للداتا. زائد اذا بعد الانتخاب وبعد انتهاء عمل السبانينج تري الجوريثم مع كل السويتشات وانتخاب الروت بريدج والروت بورت والديزيجنيتد بورت كل هاي التفاصيل، برضه كل سويتش بده يبقى كمان فتره 15 ثانيه اخرى ليعمل ليرنينج عشان يبني الماك تيبل. لانه الفكره برضه السويتش ما بيصير يفرود والماك تيبل فاضي، يظل برضه يعمل عمل فلودينج كل ما استلم فريم مش عارف وين الديستنيشن مات وبيعمل فلودينج لانه ما كان عارف وين الاجهزه. فبيسوى نستنى شوي يكون السويتشات بلد جزء من التيبل وبلشت بناء عليه تعمل فوروردينج. اذا ما بنحكي دائما بلشت السويتشات تعمل فوروردينج على علم او جزء من العلم مش على جهاله. يعني التيبل ما التيبل موجود في جزء من الاجهزه الموصوله على النتورك. فهاي كمان 15 ثانية أخرى فورورد ديلي تايمر آخر زيادة، برضو السويتش بكون بيعمل ديسكارد ريسيف دي فريم لليوزرز. هاي مش بس يا جماعة مش ببداية تشغيل الثاني تي، لا هاي العملية بتكرر كل ما يصير في تغيير. لو صار في تشينج عندي فرض راح الروت بريدج فبتم انتخاب روت بريدج جديد، فبصير الحسب من جديد، العملية من جديد، بفوت بالليسننج بفوت بالليرننج. طب فرضا اللينك اللي ودي للروت انقطع صار في مشكله، اللينك الشغال ودي للروت صار في مشكله، فهي بنسميها توبولوجي تشينج وبصير ريكالكولينج شيء من جديد. بتعرفوا حتى اللينك اللي واصل على البي سي من السويتش لو فصل تعتبر توبولوجي تشينج، والسويتش تعيد الحساب من جديد باعتبار انه في لينك داون، فبيبعث في توبولوجي تشينج وبيعمل ريكالكوليشن من جديد. لما السويتش ينتقل من حاله ديسكاردنج او رمي الفريمات لحاله انه يصير فروت داتا لليوزر ما لا يقل عن 30 ثانيه، فتره طويله جدا بالنتورك. هون مشكله السبانينج تري انه الداون تايم عالي جدا. اي توبولوجي تشينج بيصير حتى لو فصل بي سي، اللينك اللي واصل البي سي نو واي يكون جزء من اللوب. فبالتالي لو فصل اللينك اللي واصل على بي سي المفروض ما ياثر على اللوب، ما يصير في حسب من جديد. لو فصل هذا اللينك فرضا ما بيصير حسب من جديد سبانينج تري. ذاك السبانينج تري اصلي كان يعتبره لينك زي اللينكات الاخرى، والتغيير اللي فيه هون لو فصل هذا اللينك كان فصل لينك شغال بين السويتشات، كان فصل هذا اللينك، هذا اللينك وزن هذا اللينك، هذا اللينك اللي بين السويتش 1 والسويتش 3 نفس هاي وزن السيجمنت اللي واصل للبي سي. هاي من عيوب السبانينج تري اصلا، عشان هيك طلع بعده سبانينج تري معدل وثم بروتوكول اسمه رابيد سبانينج تري. رابيد سبانينج تري اسرع، يعني الداون تايم اسرع فيه، ما في عنده بطء بالتغيير الديسكاردنج الفوروردنج. ممكن بالرابيد سبانينج تري يكون
الانتقال سريعا، ممكن يوصل لملي سكند من ديسكاردنج للفوروردنج. فالتغييرات اللي بتصير بالنتورك بتاثر، وبيرجعوا السبانج 3 الاصلي الاولاني الاوريجينال سبانج 3 كان بيصير يعمل حسابات من جديد، وبالتالي فصولات النتورك دائما موجوده، فصولات النتورك حتى لو هاي اللينك واحد من هاي اللينكات وصل بي سي انفصل. عشان هيك سيسكو عملوا تعديلات على سبانج 3 او انهاسمنت على سبانج 3 اولاني، فاعتبروا هاي اللينك واصله على بي سيز، فبالتالي مش لازم تدخل بحسبه السبانج 3 عشان يسموها بورت فاست. يعني سيسكو بقدر اعمل هاي اللينك ببورت فاست مود، بالتالي تغييرها من اب لداون او من داون لاب ما بياثر على عامل السبانج 3 ولا بيصير ريكالكوليشن، بتضل التوبولوجي ستيبل حتى لو فصلت او اشتغلت اللينكات وصلت البي سي. حكينا البريوريتي من 16 بت 2 بايت، فالديفولت فاليو للبريوريتي بسيسكو 32768. كيف بتم اختيار الروت بورت او ديزيجنيتد بورت؟ على اي اسس بتم اختيار الروت بورت والديزيجنيتد بورت؟ القواعد الاولى الاقل كوست للروت، اقل كوست للروت. البي بي دي يو حكينا فيها، السندر بريدج اي دي والروت بريدج اي دي، وايضا فيها الكوست للروت. لو افترضنا سويتش هو الروت، فلما يبعث البي بي دي يو فيها الكوست له، فبتكون باي ديفولت تكون ابتداء زيرو، ترسل بي بي دي يو باتجاه سويتش 3. السويتش 3 لما يفرودها بضيف عليه، لما يفرودها باتجاه سويتش 2 بضيف عليها كوستو الى الروت، مثلا نفترض انها 10 اهو، فبضيف كوستو الى الروت، بصير البي بي دي والمرسل من قبل سويتش 3 باتجاه سويتش 2 قيمة الكوست إلى الروت بساوي 10. الكوست بيعتمد على الباندويث، وأنا بإمكاني أغير الكوست، فاللينك هذا كوست 10 فرضا، نفترض كوست 10 واللينك اللي هو كوست 10 واللينك الثالث والرابع أيضا كل واحد فيهم كوست 10. فالبي بي دي والمرسل من قبل سويتش 1 باتجاه سويتش 3 واتجاه سويتش 4 تحمل الكوست 0. لما يجي سويتش 3 يفرودها باتجاه سويتش 2 بحط الكوست 10 اللي هي كوست الى الروت، فكل سويتش راح يوصل بي بي دي يو حامل فيها الكوست الى الروت. ففرض ان سويتش 3 لما يجي يحسب الروت بورت، فبدي عنده خيارين، اما الفاز 01 او الفاز 02. الفاز 01 بوديني الروت والكوست 10، والفاز 02 بوديني للروت والكوست التوتال كوست 30، فاكيد راح يختار اللوست كوست، راح يختار اللوست كوست اللي هو الفاز 01 كروت بورت. نفس الشيء بالنسبه لسويتش 4، راح يكون عنده خيارين، اما فاز 03 او فاز 01، من هون كوست 10 ومن فاز 01 كوست 30، راح يختار فاز 01 كروت بورت. سويتش 2 عنده خيارين نفس الشيء لكن متساويين، الكوست متساوي هيك 20 من خلال فاز 02، والفاز 01 برضه الكوست 20، فتساوى الكوست. اللي تساوى الكوست ما بيزبط يخلي الطريقين شغالين، لازم يختار واحد من هاي الباثين، فبروح يشوف عامل اخر يعتمد عليه للمفاضله بين هاي الباثين، بنسميها تاي بريكر، كسر التعادل خلينا نسميها، كون الطريقين متساويين بالكوست، خلينا نشوف عامل اخر استند عليه، اشوف عامل اخر استند عليه لاختار من خلاله الروت بورت. عامل اخر اللي وراه اللي هو اقل سندر بريدج اي دي، بيعتمد على اقل سندر بريدج اي دي. سويتش 2 عنده تو سندرز، اس 4 واس 3، فسندر اي دي لاس 4 اقل من السندر اي دي لاس 3، فهون اس 2 بيختار هذا المدخل اللي يوديه على اللور سندر بريدج اي دي اللي هو اس 4، فبيختاروا هذا المدخل كروت بورت. طب لو كان في لينكين بين S2 وS4، لو افترضنا في كمان لينك إضافي، في لينك آخر بين S2 وS4، إذا كلاهما سندر آي دي S4، مين بيختار اللينك الأول ولا اللينك الثاني كروت بورت؟ يعني بهي الحالة صار لسويتش 2 3 لينكس، 1 2 3. لو افترضنا هون 0 على 4، وافترضنا من هون فاست 0 على 4، فصار عندي بالنسبه لS2 3 لينكس
اثنين منهم السندر اي دي اقل شيء اقل من اس 3، اثنين منهم واصل اس 4، واس 4 السندر البريدج اي دي له اقل من اس 3. فراح يختار اس 2 باي لينك، يختار اللينك الاول او اللينك الثاني. بنروح على عامل اخر لكسر التعادل اللي هو اللوست سندر بورت بريورتي. اللينكين اللي فيهم نفس السندر اي دي نشوف البورت بريورتي لللينك الاول السندر بورت بريورتي. فرضا هون 128 بورت بريورتي من جهه اس 4 اللي بيرسل لاس 2، وايضا هون 128. فبالنسبه لاس 2 سندر بريورتي على اللينك الاول واللينك الثاني متساوي. بروح يطلع على عامل اخير ورابع اقل بورت اي دي للسندر. البورت اي دي للاول فاز 01 للسندر، البورت اي دي للثاني فاز 04. فاس 2 بشوف بده يحكم على هذا العامل الاختيار. فاكيد السندر بورت اي دي فاز 01 اقل من فاز 04، فبيختار هذا المدخل كروت بورت. مره ثانيه اليه اختيار وضعيه البورت الكوست الاقل اذا تساوى بنروح على اللوست سندر بريدج اي دي، اذا كان متساوي اللوست سندر بورت بريورتي برضه اذا تساوى بروح على اللوست سندر بورت اي دي، ومستحيل يكون عندي مدخلين انهم نفس البورت اي دي. وبنفس الاليه بيتم اختيار ايضا ديزيجنيتد بورت. لازم حسب القانون الثاني يكون عندي ديزيجنيتد بورت لهي سيجمنت، فهل هي من جهه اس 3 او من جهه اس 2. بيتم الالكشن بناء على نفس المعايير، اقل كوست الى الروت، السويتش 3 كوست الى الروت 10، السويتش 2 كوست الى الروت 20. فمين بدنا نختار؟ اقل كوست اللي هو في السير ديزيجنيتد بورت من جهه السويتش 3 الكوست الى الروت من عنده اقل من الكوست للروت من اس 2 من جهه اس 2. فبتم اختيار لهي السيجمنت ديزيجنيتد بورت من جهه اس 3. الديفولت كوست لكل لينك حسب السبيد ديفولت. انا بقدر اغير الكوست مانيولي، بفوت على الانترفيس سبانينج 3 كوست 20 برضه. مثلا باجي على فاز على سويتش 3 على فاز 01 سويتش 3 هذا المدخل، بغير الكوست تاعته عن طريق كوماند سبانينج 3 كوست وحط الرقم اللي بدي اياه الكوست اللي بدي اياه. الديفولت حسب السبيد، اذا كان 10 جيجا 2، اذا كان 1 جيجا بكون الكوست 4، اذا كان 100 جيجا الكوست 19، 10 جيجا الكوست عفوا 10 ميجا الكوست 100. الروبن سبانينج 3 غيروا القيم هاي واعطوه سكيل اكبر. حكينا بالتايمرز، التايمرز عندي الهلو تايمر 2 سكند، والرينج بقدر اغيره من 1 ل 10. الفورورد ديلي تايمر الديفل 15 سكند اللي هي المده اللي بستنى فيها بالليسننج ستيت، وبرضه نفسها بتاعت الليرننج ستيت فترتين، يعني الليسننج ستيت بضل مده الفورورد ديلي والليرنينج ستيت بغير مده الفورورد ديلي. والفورورد ديلي ديفولت فاليو الى 15 سكند، بقدر اغيرها من 4 انزلها ل 4 او ازيدها ل 30. الماكسيم ايج تايمر فتره غياب البي بي دي يو، اذا غابت 10 بي بي دي يوز ديفولت 10 بي بي دي يوز 20 سكند، فبعتبر انه الروت او الطريق للروت بطل موجود. وقيمتها بقدر اغيرها انزلها ل 6 وارفعها لحد 40 سكند. البورت بيكون باي ديفولت بلوكينج ستيت، بعدين بفوت بالليسننج ستيت، ثم ليرنينج ستيت، ثم فوروردنج او بروح بلوكينج. يعني بكون مدخل بلوكينج، ما بده يستقبل اي مدخل بالسويتش، ما بالبدايه ما بده يستقبل اي فريم ليوزر. بفوت مباشره بالليسننج ستيت. الليسننج ستيت استلام بي بي ديوز فقط. بصير عليه كالكوليشن بحسبه الروت بريدج وروت بورت لكل السويتشات المضبوط وما الى ذلك، القائل اللي تفاصيل فصلناها. بعد ما يتم الاختيار والالكشن يتم السويتشات بتفوت بالليرنينج ستيت وتتعلم تبني التيبل لمده 15 ثانيه، والليسننج ستيت مدته برضه 15 ثانيه. ثم بعد الليرنينج كل مدخل يا بيكمل فوروردنج يا بيروح بلوكينج في حاله لما يكون نون ديزيجنيتد بورت. واي توبولوجي تشينج بصير برضه بفوت الحسبه بالليسننج ثم الليرنينج ثم فوروردنج. بالبلوكينج ستيت فقط ريسيف دي البي بي دي يو فقط، ما بستقبل او برسل فريمز لليوزرز او داتا فريم نسميها، ما بعمل ليرنينج ابدا وابني تيبل للمدخل اللي بيكون بالبلوكينج ستيت. اي مدخل بالبلوكينج ستيت فقط ريسيف البي بي دي يو.
مرحله الليسنج ستيت مرحله انتقاليه ما بتضل، يعني مش راح تكون دائمه، فتره مؤقته يكون في بيستمع فيها البي بي ديوز ريسيفد وسند البي بي ديوز فقط، ديسكارد الداتا فريمز بتاعت الاند ديفايسز، ما بيعمل الماك تيبل ليرنينج او ما بيعمل ليرنينج بروسيس عشان يعبي الماك تيبل، ولا بيعمل زي ما حكينا فوروردنج للداتا. الليرنينج ستيت نفس الشيء، ريسيف او سند البي بي ديو وهي فتره مؤقته برضه، بيكون بيعمل ليرنينج للماك تيبل وديسكارد اليوزرز فريمز او الداتا فريمز. الفوروردنج بيبعث او بيستقبل بي بي دي يو، بيبني التيبل، بيعمل ليرنينج بروسيس باستمرار، وهي مرحله دائمه ما دام ما في تبول دي تشينج، وبيضل يفرود الداتا اليوزرز بشكل طبيعي ما بيهملها. حاله الديسيبل يكون انا مطفيه، لا في استلام ولا ارسال بي بي دي يو، ولا استلام ولا ارسال داتا فريمز، ولا في ليرنينج بروسيس. Disabled بيكون انا عاملها شت داون، blocking سبانينج تري بيكون عاملها disabled.